اللي تمكن النادي الأهلي من الفوز فيها في نهائي كأس مصر، واللي كان الأفضلية فيها للزمالك. هل تكتيكيا وأداء الزمالك تفوق، وإيه الأسباب من وجهة نظرك؟ لا، هو الزمالك كسب الماتش الاخراني ضربات الجزاء، ما كسبش في الماتش، الماتش كان تعادل. طب نلغي ضربات ترجيح يا بيحكي ليه؟ كابتن؟ ما انا اهو اللي انا بقوله نلغي ده، ضربات الترجيح مثلا فيك يعني، مثلا ولا لا نمشي بس يعني براحتك حصل ولا ما حصلش كابتن مجدي. نتيجة تعادل. وانت في النادي الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي ما حسمتش بطولات بركلات الترجيح؟ ايوه ماشي، ما قلتش لا. يعني الم تحسم ضربات الترجيح بطولات كاس العالم وكاس العالم للانديه؟ بتحصل مباراه الارجنتين وفرنسا في اخر مونديال. لحظة بس، هل انا اقدر اقول ان فرنسا او الارجنتين اللي فازت بكاس العالم هي ما حسمتش المونديال؟ لا ليه؟ ما بضربات ترجيح؟ لا ليه؟ ما هو حسم هتولي اللقاء. هتولي صورة ميسي وهو واخد كأس العالم في حضنه تاني يوم. هو دي الموضوع، ما هو ده تقليل يا كابتن. لا مش تقليل، بس انا اصل انت معنى كلامك ان انا كسبتك جوه الماتش، انت أيوة ما كسبتنيش جوه الماتش. انت الافضل يا كابتن، انت الافضل حاجه، وان انت كسبت الماتش دي حاجه تانية. انت كل المؤشرات بتقول انك انت اللي تكسب، النادي الاهلي اللي يكسب. حلو، انما كل المؤشرات احنا قلنا، وقبل برضه نرجع نقول تاني ان احنا قلنا قبل في الاستوديو ان حاله اللعيبه في الماتشات بتاعت الديربي هي اللي بتحدد. تمام. هي اللي بتحدد. تمام. مين اللي يكسب الماتش. يعني حاله اللعيبه في الوقت اللي ده، مبسوط بكاس العالم دي هتهالي فول كادر والنبي يا استاذ ماجد بعد اذنك. ايوه ماشي، ما الراجل فرحان يعني كاس العالم ده. ايوه هو واخده، الكاس اللي جنبه ده اللي نايم جنبه في حضنه ده واخده بضربات الترجيح. ايوه دي اكبر بطوله في العالم ولا في بطوله اكتر منها؟ بص انت قلت ضربات ايه؟ ايوه ضربات ترجيح. ترجيح اي ما هي ترجيح، ما هي بتلجا ده معناه ايه؟ ان الاثنين ايكوال. لا مش الاثنين ايكوال. لا الاثنين ايكوال والله، الاثنين ايكوال. هي معناه ان النتيجه انتهت بالتعادل، لكن مش لازم. ايوه ايوه، الاثنين ايكوال، فاحنا روحنا لضربات الجزاء علشان ايوه. هل انا اقدر اقول ان الارجنتين احنا مش بنقلل من الفوز؟ بص انا مش عايزك، بس النغمه دي شغاله. لا انا مش بقلل من الفوز، أنا آسف. اصل انت معنى كلامك ومعنى سؤالك ان هو عمال يكسب على طول. لا هي خليني امشي مع حضرتك، يعني انا مضطر اخد الطرف الثاني رغم انها ماليش علاقه لا بزمالك ولا باهلي ولا الكلام ده كله. طيب ماشي. لا لكن انا بكلم حضرتك ان بعض، يعني انا سمعت الكابتن مصطفى يونس قال نفس الجمله بتاعت حضرتك دي. ايه؟ ان الزمالك ما كسبش الاهلي في السوبر ده كسب بضربات ترجيح. لا انت اذا كان النادي الاهلي حاسم بطولات قبل كده بضربات ترجيح. لا انت سؤالك ايه؟ انت الزمالك إيه؟ حاسم بطولات برضه بضربات ترجيح. لا انت سؤالك ايه؟ سؤالك ان جوميز، ان جوميز والزمالك الاهلي مش عارف يكسبهم. لا هو الموضوع مش كده، انا قلت لك الماتش الاخراني مش عارف يكسبه، ده الماتش انتهى تعادل، جوه الماتش تعادل. كابتن مجدي انا بتكلم في الافضليه التكتيكيه، وحضرتك فاهم كلامي والناس فاهمه. سيبك من التعادل والنتيجه والفوز. طب انا ممكن ارد على حضرتك اقول لك ان نادي الزمالك الافضليه كسب في الدوري 2-1. الافضليه كانت للزمالك بس مش من الناحيه التكتيكيه، عشان الناحيه التكتيكيه لا، الزمالك لعيبه نادي الزمالك كانوا نازلين اكتر تركيز ماشي، واكتر اراده واصرار على الفوز. هو ده السبب الرئيسي اللي خلى نادي الزمالك يكسب. ومن الناحيه التكتيكيه ويتعادل في الاخر الماتش وياخد لما بغير الجزاء. يا كابتن مجدي انا كمدير فني لما بعمل تغييرات تسهم في تحقيق نتيجه التعادل وانا مغلوب، هل ده مش تغييرات تكتيكيه في المباراه؟ ايوه ماشي، ده تغيير. ما هو ده تغيير. الناحيه الثانيه لما كولر يعمل تغييرات تفشل في احداث تفوق او ايقاف الزمالك او ايقاف التفوق. ما احنا قلنا حاله اللعيبه كلها في اليوم ده يا اسلام، احنا قلنا حاله التيم كله، حاله التيم كله في اليوم ده مش طبيعيه. مش التيم كله بعيد جاي من نشوه مكسب بطوله طيب افريقيا، بشوفها وجاي من نشوه مكسب الجزئية الدوري. الجزئيه مهمه جدا، وجاي من نشوه الجزئيه اللي حضرتك بتقولها دي مهمه جدا. ما ده كان، ما هو ده هي دي، هي ماشي. دي ماشي. انا بقى سؤالي، هل فاز الزمالك بالسوبر الافريقي لضعف مستوى الاهلي ام لتفوق الزمالك؟ لا للاثنين،
بمعنى بمعنى ان النادي الاهلي ما كانش نازل في حالته والنادي الزمالك كان كويس في حالته. نادي الزمالك كان عوامل التحفيز عنده كانت اكتر. ما ننساش ان في عوامل نفسيه زودت من دوافع. كانت عندي عوامل نفسيه ايه اكتر من انك انت تقدمت في المباراه؟ ده انت المفروض تركب وتقدر. لا مش المفروض لما تكون نازل تقدر انك انت تزود التاني والتالت. اللي انت بتقوله ده لما اكون انا نازل مركز هكسب واحد واثنين وستة. طب ما انت روحت اهو واحد واثنين واربعة واحد واثنين وخمسة. انما لما اكون مش مركز حتى لو جبت جول ده انت لو ممكن اتعادل واخسر. حلو قوي. انت لو معنى كلام حضرتك ان لعيبة النادي الاهلي وجهازه الفني بقيادة كولر كان متوترا من مواجهة الزمالك؟ لا مش متوتر. لا إيه؟ بص لما انا اكون متقدم عليك وما حافظش على التقدم وانا الافضل. ما أنا المفروض قلت لك انا قلت لك الاتيتيود اللي حصل قبل البطوله قبل الماتش الفتره اللي قبليها خالص والشعور النشوه اللي عند اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ودرجات تركيزهم في النزول دي اثرت على المستوى الفني بتاعهم. يعني انت عايز تقول لي ان المستوى الفني بتاع لعيبه النادي الاهلي في الماتش ده هو ده الطبيعي بتاعهم؟ يعني ده طبيعي ده الطبيعي بتاع لعيبه النادي الاهلي؟ لو هتكلمني انا بالنسبه لي وانا قلتها قبل كده ان اسامه ابو علي هو سر تفوق النادي الاهلي في حصوله على بطوله الدوري الموسم ده. وبقيه التيم ما كانش وانا قلتها لحضرتك قبل كده. وانا قلت لك ايه؟ وانا قلت لحضرتك انا مش يعني شايف ان الباقي ان اداء باقي اللعيبه لا 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 كامل احترامي دي بما فيهم المدير الفني. انا ده يعني ده ادائهم ده اداء التيم. عندما غاب هل عندما غاب وسام ابو علي عن أداءه المتميز في ال 18 مباراة اللي خاضها أسامة أبو علي غاب النادي الأهلي عن حصد البطولة؟ ما كانش لوحده لا في ال 18 ماتش ولا في ماتش الزمالك. نعم كابتن هو اللي بيحل لك المشاكل. ما هو ده شغلته انه يحل المشاكل. بس ايه بتروح له عشان يحل المشاكل. تمام. انما في الماتش ده ما فيش حاجة راحت له عشان يحل المشاكل. ده علشان قدر نادي الزمالك انه يسيطر عليه. قلت لك التيم نفسه ما كانش في حالته. اللعيبه كلها بدون استثناء ما كانتش في حالتها. وده بيحصل جدا في الكوره. وارد جدا انه بيحصل في الكوره. يعني احنا ما بنتكلمش على حاجه من الفضاء. يعني انت حضرتك عايز تقول لي ان سوء الحظ انه حصل في الماتش ده ما تجهزش كويس لمباراه السوبر. لا مش ما تجهزش مش ما تجهزش. اللعيبه كانت اوفر كونفيدنس. يعني لا يعني ما اقدرش اقول لك اوت اوف كنترول. يعني انما فتره الاجازه اللي خدوها في اللي قبل التجميع بتاعه الماتش كانوا فري جدا. الزمالك كانت واخده اجازه بس كانوا مركزين جدا لان هم خسرانين كل حاجه في الموسم وما عندهمش غير ده عشان يبقى يعني يا ما فيش. الاهلي هيقدر النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي داخله وكل واحد عامل بطولتين ثلاثه في الموسم فداخل عنده رصيد فاعتمد عليه اتسند عليه ريح عليه زادت الثقه بتاعته زياده. طبيعي ان هو ده بيلعب في النادي الاهلي. ما طبيعي ان يلعب في النادي الاهلي انه يخش البطوله الجديده بروح جديده. بالظبط ده اللي ما حصلش. هو ده اللي ما حصلش. هو ده اللي اثر. حلو قوي. مين السبب فيه؟ كولر ولا اللعيبه؟ كل اللعيبه بالجهاز كله. بص في النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها واحد مسؤول عن المكسب وواحد مسؤول عن الهزيمه. سؤالي بشكل مباشر، هل لو كولر خسر بطوله السوبر المصري ومواجهته امام العين الاماراتي باذن الله طبعا النادي الاهلي يكسب العين الاماراتي ان شاء الله باذن الله، هل ده ممكن يبقى فيه تأثير على مصير كولر؟ لا ما اعتقدش. يعني المستوى اللي مقدمه كولر طول فترته لما تيجي تقيمه هتديله ممتاز لغاية النهاردة. لما تيجي تقيم أداء كولر وأرقامه مع النادي الأهلي من يوم ما جه لغاية النهاردة هتديله التقدير بتاعه ممتاز.
لأنه على اي اساس؟ على اساس انه كسر كل الارقام اللي موجوده. ايوه بس ده بفضل الاداره او بفضل ماشي. محمود الخطيب تحديدا ده جميل جدا ماشي. وهو مانويل جوزيه لما حقق الارقام ما كانت بفضل الاداره، بفضل الاداره برضه. ما هو جوزيه فشل في كل الانديه اللي مسكها. عشان كده بقول انا جوزيه ده ما شفتوش عمل تاريخ الا في النادي الاهلي. عشان كده انا بقول ده راح بروز الايراني فشل فشل ذريع. طب خلينا من مسك منتخب انجولا اصل انت جوزيه واحد خلينا من جوزيه طالع. طب خلينا بس السماء. لا انا انت ده فشل في كل حته. انا بضرب لك المثل باللي انت بتقوله. ده جه اكاديميه وادي دجله ما عملش حاجه. انا بضرب لك المثل باللي انت بتقوله انه في النادي الاهلي النجاح بينسب للجميع والفضل فيه للجميع من اول رئيس النادي لغايه اخر واحد. لا اي حد في مع اداره النادي الاهلي، الاهلي يعمل له تاريخ. دي حقيقه. طب ما دي حقيقه. لا ما مين يعني موسيماني بعد ما مشي من النادي الاهلي دي حقيقه. هو خسر 8 منين يا جماعه في الدوري السعودي؟ في الدوري السعودي الدوري الدرجه الثانيه. دي حقيقه ما مش محتاجه من النصر. دي حقيقه واضحه زي الشمس. وبرضه كان جوزيه بالمناسبه يعني بمناسبه الارقام لو بنتكلم في الارقام ما خسر 6 لما مسك بيروز الايراني. ايوه ماشي. بعد ما مشي من النادي الاهلي النادي الاهلي عنده في مفتاح سر للنادي الاهلي. لا هو الاهلي يصنع تاريخ اي حد. وده اللي بقوله لك. في ليه في سر موجود لان بيوفر اولا